فكرة وعي روحي. إن تعلق الفكر بأحداث الماضي يولد في النفس مشاعر الحزن، كما أن انشغال الفكر بتوقعات المستقبل يولد في النفس مشاعر الخوف. هنا يقف يسوع قائلا لي ولك ولكل إنسان: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم. لا يهمكم أمر الغد، فالغد يهتم بنفسه. فبعيش اللحظة في حياتك وإعطاء قيمة لها، ستلمس أن الحزن يتبخر والخوف ينطفئ، ليحل مكانهما هدوء وسلام النفس وفرح الحياة. فإن شعرت يوما بالحزن، قف واسأل نفسك: هل حقا هذه اللحظة هي التي تحزنني؟ إن شعرت يوما بالخوف، قف واسأل نفسك: هل حقا هذه اللحظة هي التي تخيفني؟ حينها ستختبر حقا عمق سلام النفس الكامن والحاضر في اللحظة، وستكون أكثر وعيا وتركيزا لاختبار أفكار روحية تلهمك لتخطي الحزن والخوف. تأمل معي في نص عبور البحر الأحمر: فإن ما يبدو مستحيلا مسدودا سينفتح أمام عينيك لتعبر نحو الحرية، وما يبدو أنه يلاحقك لعودة القبض عليك واستعبادك، فإنه سينسد خلفك لتبقى سالما. فاهدأ واختبر قوة عمل الله في اللحظة الحاضرة بحياتك الآن، واعبر بفرح وسلام، لأن مشيئة الله هي في خلاصك. أراكم لاحقا في فكرة وعي روحي جديدة.